بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم إن شاء الله. زاري إنه أربع أندنياون حديث النبرة رلن با الله سبحانه وتعالى فكاد بزي حديث زاري بزوت شاچن يتزفق نبتنا بزوت شاچن ازجغون أقلن سلمنا يو عند أدقى رسول عليه الصلاة والسلام ياستنك قنال يه أدقى حميت يميبال بشتانو الله سبحانه وتعالى كهميه تبقن. انقديه رسول عليه الصلاة والسلام بزي حديثات شو حميت مالت من مالت اندهونا اندزيهم ادقمو ادقاو كفتنيا اندهونا ياسر الدنال. ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه سنقروا رسول عليه الصلاة والسلام باند حديثات شو ويمس رسول عليه الصلاة والسلام انديه بلوالانو قال: اتدرون ما الغيبة؟ غيبة من اندهونا توقع الله جهي علو رسول عليه الصلاة والسلام. غيبة مالت من مالت اندهونا توقع الله جهي علو صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: الله ورسوله أعلم. الله النام الأكتنيا وأواكي وچنا جو إنيا غيبة من مالت اندهونا أنو كمنا انقديه أسر الدون أساوك أنو نقرو. قال رسول عليه الصلاة والسلام: من علو ذكرك أخاك بما يكرهو. انقدي وندمهن بميت ألاو نجر مانسات نو وندمهن بميت ألاو نجر مانسات نو. قيل لرسول عليه الصلاة والسلام اندي سيلوت ايك واتشو من أراتشم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. انقدي يهي وندمي يتبالو سويي سلسو يا وراوت سويي بل اللبت يمنا قرو نجر السو برقتم يا اللبت نجر كونا يمي سراو نجر كونا يمي فتسم يمي فتسمو نجر كونا سا بنا قر من شقرالو يام شقرالو ويبلو تأيك واتشو. انقدي لمسالي عندو عند عند قادنيا عند وندمه يون نجر سرتوال يعني نجر اسمل كتو انت السو بل اللبت ماوراتي سراو نجر نو أونت نو حقيقة نو بتناجروا من شجر الله يمي بالتي كمتام رسول عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. برقت مسلسو يمي تناجروا النجر يفسمو ياللبت يمي أكنا ونو نجر كهونا برقت أنت يانسوي بل اللبت بميت أراو نجر أنس تهوال هاميت أم تهوال مالت نو أرو رسول عليه الصلاة والسلام. نجر جن وإن لم يكن فيه أنت متناجروا نجر السلا يري لنجر كهونا فتسمو يك التفكبات يرين لو النقر متل ناقر كونا فقد بهدته يالا للرقو النقر عمدته لتفهبتال تلك هنا الوانجل سرتها المالتنو بلو رسول عليه الصلاة والسلام يناقر عنه. نقديه غيبة مالت عند واندمهن بل اللبت السو المانساتنو السو يما يودو النقر مانسات. نقديه وي اهتش وي وندمه بل اللبس سلا النسو النسو يما يودوت النقر النسو الزابوت علي بنور نورو للتانسو للتانشو يما تشو النقر على مانساتنو خلاص يعني نسا يوان اندهونا برقتم يهان ننسو ياتشن سيتيو من عدرقهال امتشال ويم امتهال لمالتنو. بارك الله فيكم، الله يطبقا. والله سلا غيبة من ناقر اراسو ياسفرال لمن بيبال ابزان يو تشاتشن يتزفق نبت نقرنو ما نم كما نم تشلو لنقروا يميشلو رأس هيد اللهم سبحان الله بتأم ياس فرّب بتأم 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 الجقون يميك بد نقر نون وندم ماشين يمي سراو النقر يا الرجو النقر السوب على اللبّت السوب على اللبّت من نقرو منهم تجرار اللهم لمن السو راسو سلزا نقر من لش ستر أليام دقمو سلزا نقر السو يميلون إلى النار نقر جن السوب على اللبّت ويم السوب على اللبّت سلزا هنا تا مورات الجبون بتأم بتأم كباري هنا كباري والنجرنا غيبة ببالو هميت ببالو نجر بزوج شاتن أسكفي النتون يمننا وكون نجرنا أسكفي نجرن دهونا يمننا كون نجر جنت نكاك إلي أبزاني وشاتن زيرونا. رسول عليه الصلاة والسلام هميت يمي ببالو النجر فورمولاون ويمدقمو قدبون كوش عدر قواس كمتوال من دنوارو من دنوارو باتشلو ذكرك أخاك بما يكره
وندمهن ارسو بميطلاو نجر ماوسات ارسو بليلبت معنات بك باتر يا نجر ارسو بليلبت لتاوراو ماتشلو كهونا ارسو باللبت بتاوراو ارسون ميابساچو يمياسكفاو نجر كهونا ارسو بليلبت ماوراته برغت ام انت يانن سو ايام هونو معنات نو انچم اندزاو معنات انجدي غيبة بإسلام حرام لمثالي عند وندمه أتقى به يلم السوكو كرورو تلاله ويدقمو ملات آنو تلاله ويدقمو ليلوش نقروش مثلا بتقام يهونا مدفوسونو تلاله سنمقبارو مدفونو تلاله بتقام سكون كنو مالت لمثالي فرينو تكلنو واشونو كتافينو بدينو سيسجد ركوم بتكل ايسجدم لانه لا باتو طرو ايولم سرعات البانو وريها بزال بزو يبلال انقلف امنو لبس صداتو نا يطبقم الى غير ذلك انجدي بزو نغروتش قالو انزي نغروتش كله سو بليلبت كاوراه انت يا انسو يامتوحال معناتنو سبحان الله عجيبك والله ان الزي يقولوا نغروتش او متذكسكواچو نغروتشن سويو بليلبت متناغر يونه اندهونه برغتم يان وندمهن ياچنه تشن امتشتال مالت دغمو سوا صغور انكون يلات ملطاك ونهچ تيالش لمثالي ارا دغمو جي من فونغا دغمو كمان تشلانوت يالش بليلچبت ها ديلوچم مالت ديلوچم نغروتش ይሄን ተቀው የሚገባው ነገር ምንድነው? አንድ ሰው ሀሚት ሲያነሳ ሰውየውን የሚያነሳው አንድ ሰው ነው ለምሳሌ። ነገር ግን ከርሱ ጋር ደግሞ መካፈል አሁንም ይሄ حرام ነው። አንተ ቁጭ ብለሃል። ጓደኛ አጠገብ ላይ ቁጭ ብሎ ስለ አንድ ሰው አነሳለ። አንተ ልትመክተው ይገባል። ይሄም ጠፍቷል ዛሬ ከሁላችንም والله። አንዳችን ስናጠፋ አንዱ ሰው ተው ቢል ኖሮ ሀሚት ይባል ነገር በጠፋ ነበር። ግን የሚመለሱ ሰዎችም ጠፉ። يا سو يسم سيانا سيان دن سو تو يسو سمات تنس ام بي كالت تلون تلاهويد انت لون جلوس تي اسقب بها الله سعيد بن جبير ميبالو ان تلك تابعي نبرو تلك عليم نبرو ساتشو نيقدلاتشو حجاج بن يوسف ميبال ان دسونو ساتشو يساتشو نعلم بزيه اموست የማይፈልግ የሳቸው ዒልም ለሱ የማያስፈልገው ሰው የለም ተብሎ ይነገር በጣም ትልቅ ዓሊም ነበር ሲናገሩ እሳቸው ስለሳቸው ሲነገር ያሉ كان لا يدعو احدا يغتاب عنده እርሳቸው ዘንዳ አንድ ሰው በሐሚት እንዲነሳ ፈጽመው አይፈቅዱም ነበር ይባላል መይሙን ቢን ሲያህ ይባሉ አንድ ደግሞ صالح ሰው ነበሩ አንድ ሰው አያሙም ይባላል ጭራሹን እርሳቸው ዘንድ ደግሞ አንድ ሰው እንዲታማ አይፈቅዱም አንድ ሰው ሳቸው ዘንድ ዘው ወመጡ አከሪን ቢያማ የሆነን ሰው ቢያማ ይከለክሉታል እንቢ ካለ ጥለውት ነበር የሚሉት سبحان الله አንድ ጊዜ አንድ የሆነ صالح ሰው ነበሩ يقول موسى ابن ابراهيم يبالو አንድ ሰው ሲናገሩ عند بغيزياتين ينبرو عند سو نبرو كرخي ميبالو سو انا عند سو ساتشو زندا متانا من علاچو سلا عند سو انستو ماورات جمره سلا ذا سو حاميت جمرار معروف كرخي ميبالو سو دغمو منالو يقول له اندي هالوت تملكتو افول لماسياز مالتنا اذكر القطن اذا وضعوه على عينيك በአይነ ውስጥ ጥጥን በሚያስገቡበት ጊዜ ያንን ጊዜ አስታውስ ብለው ተናገሩት ይባላል ያን ሞትን አስታውስ ጸጥ እንዲል ማለት ነው سبحان الله የሚያወራውን ነገር እንዲቆርጥ ማለት ነው سبحان الله هكذا كان السلف سلفوች ስለነሱ ዛሬ ዘወትር ስማቸው የሚነሳ ሰለፎች እንደዚህ ነበሩ ሰለፎች
إنيا سلف سلك سلف وش تكتر من من السويج ينسون بحرينجي فكرار اللي مقارنتي فكرار اللي أنت سويجني يزلف كي يسدب كي يا باميتي يا نسا من يال سلف وشنا لما تلكونه ينسوني هو سنة مقبار تمر سبحان الله الناس وندزه نبروها الناس وسون أيامه منبرا هميت سين الناس الناس موت النبرا ما يستوسط أنا شوست أمي قبل أنت تيزان جزي بتشاتون سيموتوا ينبرون أحوال ونيتانو ما يستوسط سبحان الله عند جزي إياس ابن معاوية المزني مبالو أن تلاك علي منبرو ساتو عند سو ساتو زندامت أنا سل ساتو ساتو وار أجورو أورتو أورتو جرسو هيدار كزام بوهالا هير كوينينا إياس لم يبالو سو لنزير تلاك علي ما عند ساتو غاري نبرسونو إيه سو كورتو زندامتون دين دي أورال بيسا جيتشي نبر إيه سو كون دينو 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 سيناجر ني تعلق عليم ياس ميبارو تعلق عليم القاضي الفقيه تاكيهن قاضي نبرو بجزيو اللي تأيكوت فقال أغزوت الديلم ديلم ميبال كتمان نزان سويتشن زمته نبرندي على زمتكم شي سند ميبال سغزوان نبر زمتشان نبر يعني نست زمته على زمتكم هند لا يزمتشار قال على زمتكم روم لا يزمتشار قال على زمتكم إيش ينقدر النزيد ديلم سند هند رومي من بالوت يسلام تلاتوش كان تملا السلام يوطي هنا عنده هنا سلام كهونو إيه مسلمو مسلمو سو كان تملا السلام ليوت أي جب أموي تملكة تنجري زاري يا إسلام تلات متلات شو كهادي أنوش باتك علي النسون سيزلف النسون سيكون من ما تيم مسلم كهونس داعي كهونس بالله من قال لي متاجل كهونس تو إذا انجزي يكست معتنو يسولبنا يسوفيت لي هنجت لي يمي السكابت مالتنا إذا نيام لنا السون دزينو من دلو معتنو سوتشن دعاء وتشن علماء وتشن منام اللي مسدد مسويتش النزاك هاديانوتش النزاك إسلام طلعتوتش النزاك مسلم وتشن يمي قالو يمي أسرو يمي أسك أيو سوتش كان تملاس نزاع وتو علماء وتش بانت يملاس تسك أيو نديت ليهوني كلا عندي تهونا يتجابينو قوم بلال تسبي قبام مندي أخي في الله أنت أختي عندك قوم بلش تسبي قبام مندي نعم كل جزيم بهون سات تسبو سات فلقو ياندن سوسم أنس تيون عندهونا تولو بلال لمن ملس مكر تولو بلال لمن ملس عند جزي عبد الله بن وهب ميبالو عند تلاك عليم سين ناقرهم يلالو أهونم كسلف وجنو من هلالو نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوم هلالو أني عند نسو باماهن كتر بس باميت بانسوين كتر لمسهم نذر قباهن يالو سلت قباهن يالو بك عندشو كاماهن نسو مالوين بك خلاص يعني فأجهدني بتاع مالك كمين يا روبك أسوون كمان ما في تنساء صومو مصوم مصومه نبينا ده كم كوني كنت أغتاب وأصوم سويت إن بهامي تنساء له بصوم الله كذاب ولا أنت وكوتين إن من هذا ركوني يا رو فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم بك أن سو أون كان صومو من ما لو طالما تبيني منا كزاري جمرو سون يا ما هون يوان عنده هنا بام ما هين كتر عند درهم صدق على سد وسم كنيار وانم من هذا ركوي نذر جب باوي تسال كنيار فمنه حب الدراهم تركت الغيبة إلى لك لدرهم لجنزب كان لين يفكر سويتش ما ما تقوم كني بلو ينقر له تملك سبحان الله عجيب كون والله إذن هكذا كان السلف سلف وجه سويت لما مات بم يمي بم يودوت نجر راساتشون يكاتون بر يعني النجر لما كون مالت
አሁን እዚህ ጋር አንድ የሚነሳ ትልቅ የሆነ ቆም ነገር አለ። እንዴት ነው? አንዳንድ ጊዜ ቆይ ሰዎችን ስማንሳት ግድ የሚሆነበት አጋጣሚ አለ። አንዳንድ ጊዜ የሰዎችን ስም የምናነሳበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው በደለ ከዛም ዳኛ ወይም ፖሊስ ጣቢያ ሄደ ሊሆን ይችላል ወይ አንድ የሚሰማው ሰው ዘንድ ሊሆን ይችላል የሚያክብሩ ዘንድ ሄደ እዛ ሄደ አረ አብደላህ እኮ ወይም መሐመድ እኮ ወይም ፋጡማ እኮ አይሻ እኮ እንደዚህ አድርጎኝ እንደዚህ አድርጋኝ እንደዚህ በድሎኝ እንደዚህ ገንዘቤን ወስዶ ምናምን እሱ በሌለበት አነሳ ይሄ እንዴት ነው ይሄም አሁን ሪባ ይባላል አይ ይሄ አሁን ለምሳሌ ሰውየው የተበደለው ነገር ነው ክስ ያቀረበ ነው ክስ በሚያቀርበበት ጊዜ ይሄ ሰውዬ ያንን ሰው ይሄ ነገር አድርጎኛል ብሎ የሚናገር ከሆነ ይሄ አሁን ምን አይባልም ሪባ ወይም ደሞ ሐሜት አይባልም ማለት ነው نعم ሁለተኛ ለምሳሌ አንድ የሆነን ሰው መጥፎን ስራ ሲሰራ አየው ተመለከትከው ያን ሰውዬ የመከልከል ችሎታው የለህም ብቃቱ የለህም በእውቀትም ሊሆን ይችላል በጉልበትም ሊሆን ይችላል ግን እሱን ሊከለክሉት ሊያስተካክሉት የሚችሉ ሰዎች አሉ። ሄድክና እሱ ሊሰማው የሚችለው ሰው ሄድክና ኡስታዙ ሊሆን ይችላል ሄደ ራከኔ እኮ እንዲ ሲያረጋ ይቻላል ኡስታዝ እኔ ይሄን ልጅ መመለስ አልችልም እርሶ ምከሩት ብሎ ቢናገር አሁንም ይሄ ሰው ያየው ነገር ከሆነ ትክክለኛ ነገር ከሆነ ያ ሰው እንዲመለስ ፈልጎ መልካም ነገር ፈልጎ እርሱን ለዓለማማት ለሐሜት ሳይሆን ለሱ መስተካከል ፈልጎ ያደረገው የሆነ እንደሆነ ያንን ነገር አሁንም ይሄ ነገር ሐሜት አይባልም ባረከላሁ ፊኩ نعم ወይ ደግሞ ሙፍቲ ጋር ፈትዋ የሚሰጥ ዓሊም ጋር ሄደ ወንድሜ እንደዚህ እየበደለኝ ነው ሚስቴ እንደዚህ እየበደለችኝ ነው እንደዚህ ያደረገችኝ እና ከዚህ እንዴት ነው አትም ይችላል ምከሩኝ ብሎ ምክር ቢጠይቅ አሁንም ይሄ ሰውዬ نعم ሐሜት አምቷል ማለት አንችልም ግን ቢቻል አከለ ያደረገኝ ብሎ ስሙን ከመጥቀስ አንድ ሰው እንደዚህ ያደረገኝ ነው እንዲህ ያደረገኝ ነው እና ይሄን ሰውዬ ከዚህ ነገር እንዴት ነጻ አችላለሁ ይሄን ብሎ ኢስቲሻራ ወይ ደግሞ ምክር መጠየቁ የተሻለ ነው ስሙን ከመጥቀስ ባረከላሁ ፊኩ እንደዚሁ ደግሞ አህበቲ ፊላህ በሌላ አጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ ሊያጋጥሙን የሚችሉ ሰዎችን ስም ግዴታ ምናነሳባቸው አጋጣሚዎች አሉ ምንድነው እሱ አንድ ሰው ግልጽ አድርጎ ወንጀል የሚሰራ ይሆነ እንደሆነ ለምሳሌ ኸምር የሚጠጣ ከሆነ መጥፎ ነገሮችን የሚሰራ ከሆነ ሰዎችን ሙስሊሞችን አይ ይሄን ተጠንቀቁ ይሄ ሰው መጥፎ ባህሪ ያለበት ነው ቁማር የሚጫወት ከሆነ አንተ ከዚህ ሰው ጋር እንዴት ጓደኛ ትሆናለህ ይሄ ሰውዬ መጥፎ ባህሪ ያለው ሰው ነው ኸምር የሚጠጣ ሰው ነው ይሄ ሰውዬ ቁማር የሚጫወት ሰው ነው ብለህ ልጅህን ብትመክረው አሁንም ይሄን ሰውዬ ለጅል ለማስጠንቀቅ ነው ለምሳሌ ወይ ጓደኛን ተስጠነቅቅ ነው ወይ ቤተሰብ ያስጠነቅቅ ነው ስለዚህ ያን ሰውዬ ለማስጠንቀቅ ብለህ ነው እንጂ ሐሜት ተደርጎ አይቆጠርምና ማስጠንቀቅ ይቻላል ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር እንዳትሆን እንደ አይነት ይሄ ሰው እኮ እንደዚህ የሚያደርገው ነው ያንተ ደግሞ ቦታ ደግሞ መስጂድ ነው ያንተ ቦታ አላህን ማምለክ ነው ያንተ ቦታ ሰላት መስገድ ነው ያንተ ቦታ ልጆችን ማስቀራት ነው እንጂ እንደ አይነት ሰዎች ጋር ሱስ ካለባቸው ኸምር ከመጠጡ ቁማር ከመጫወቱ ከሴቶች ጋር ከመይዘሉ ሰዎች ጋር መሆን የለበህም ብሎ ቢመክረው አሁንም ያን ሰውዬ ሐሜ በሐሜ ታነሳው ተብሎ አይነገርም የሚችል ከሆነ ግን ያንንም ሰው ሄዶ ቢመክረው ይመረጣል ነው በመጨረሻ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የሚታወቁበት ስም ይኖራል የሚታወቁበት እነሱም በዛ ስም ቢጠሩ የማይጠሉት ይሆናል ለምሳሌ ማለት ነው አጭር ከሆነ ያ አጭሩ ብለህ ብታነሳው እሱም ያ ከሆነ ያንን ነገር ማለት ነው ለምሳሌ አይነ ስውር ከሆነ ያ እንግዲህ የማያዩ ሰውዬ ብለህ ብትናገር ወይም ደግሞ እጁ ላይ ችግር ካለበት እጁ የታመመው ሰውዬ እንደዚህ ብለህ ብትናገር እንደዚህ መሰል ነገሮችን ብትናገር ያ ሰውዬ የማይጠላውና የታወቀበት ታዋቂ የሆነበት ስም ከሆነ በዛ ስሙ ቢጠራ እንግዲህ ምንም ችግር የለውም ብለው ዑለማዎቻችን ይናገራሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ሰዎችን ከማማት ይጠብቀን ሐሜት ትልቅ የሆነ ሰቆቃ ያለው ነገር ነው ኢንሻአላህ ባጭሩ ስለ ሐሜት ሐዲሳችንን አስመልክቶ ይሄንን ብለናል ግን ስለ ሐሜት ብንናገር ወላሂ ረጅም የሆነ ጊዜ መውሰድ እንችላለን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥቂቷንም ቢሆን ሰምተው ከሚሰሩ ሰዎች አድርገን هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته